مرحبا بكم. العديد من الأحداث اللي شهدتها أروقة نادي الترجي الرياضي التونسي الذي يستعد لملاقاة الأهلي المصري غدا الجمعة في إيابة دور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا. وجاء ظهور حمدي المد برئيس الترجي إعلاميا والرد على الانتقادات والاتهامات التي طالت باب سويقة ليمنح الجمهور جرعة من الهدوء عن تحركات بدأت لتصحيح المسار في الفترة القادمة. وتتجه إدارة الترجي لإجراء غربلة شاملة في ملف المحترفين داخل باب سويقة، تحديدا ومراجعة الصفقات التي أبرمها المدرب السابق نبيل معلول واستبعاد عدد لا بأس به من اللاعبين لفتح الباب أمام صفقات جديدة لدعم صفوف الترجي. وأكدت بعض المصادر المطلعة أن إدارة الفريق قد تقرر بشكل مبدئي الاستغناء عن الأردني محمد شرارة الذي لم يقدم الإضافة منذ قدومه، وخاصة بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة. صفقة شرارة واللي كلفت النادي مبلغ كبير وتعتبر صفقة فاشلة. كما سيتم الاتفاق الثنائي بين الترجي والمهاجم الجزائري بن عياد بعد تعرضه لإصابة أنهت موسم اللعب. بن عياد لم يقنع رغم تحصله على عديد فرص اللعب، لكن ظهوره كان محتشم. كذلك الإيفواري فوسيني كوليبالي اللي قدم مردود كبير، مردود محترم طيلة سنوات عديدة قضاها في الترجي الرياضي التونسي. كوليبالي وبنسبة كبيرة سيغادر الترجي هذا الموسم مع نهاية عقده. وتتجه النية لدى الإدارة أيضا لفتح الباب أمام رحيل الجزائري محمد أمين توغاي قلب الدفاع، مع الموافقة على أي عرض احترافي يلبي رغبة اللاعب ورغبة النادي في المركاتو الصيفي القادم. واشترطت إدارة الترجي ما لا يقل عن 500,000 أورو من أجل تسريح محمد أمين توغاي. وينوي حمدي المد بإجراء غربلة شاملة في ملف المحترفين والتعاقد مع 3 لاعبين على الأقل، بالإضافة إلى طرح عودة النيجيري ولا، والذي تألق هذا الموسم مع شباب بالوزداد الجزائري بعد نهاية إعارته للفريق لدعم هجوم الترجي في الموسم الكروي القادم. تدعيمات الفريق مؤكدة ولكن لن تتم إلا بعد إيجاد والاتفاق مع المدرب الجديد، لأن الاختيارات تكون حسب رؤية الإطار الفني لا المسؤولين. عدد الأسماء يتم تداولها في الفترة الحالية ومن هو خليفة معلول في تدريب الترجي، ولكن ربما يأتي تأجيل الحسم إلى نهاية الموسم، خاصة إذا قدم الترجي في مباراة ضد الأهلي أداء ونتيجة إيجابية قد تمكن البوسعيدي من الظفر بفرصة إلى نهاية الموسم. إذن متابعينا الكرام، إصلاحات قادمة إن شاء الله في الترجي الرياضي التونسي تنطلق من غربلة الرصيد البشري، وهذا المطلوب وهذا اللي نلوج عليه وهذا اللي قلناها عندنا مدة. عديد الأسماء ما قد منش الإضافة في الترجي الرياضي التونسي، وعديد الأسماء ما عندها حتى بلاصة وحتى مكان في الترجي الرياضي التونسي. لازم نقوم بصفقات كبيرة، لازم ندعموا الفريق بلاعبين ينجموا يقدمون الإضافة محليا وفي البطولات يعني الإفريقية السوبر ليج اللي مش نلعبوها إن شاء الله مع نهاية العام، وكذلك في البطولة العربية اللي مش تتلعب في الصيف هذا إن شاء الله. يعني انتدابات تكون في قيمة الترجي الرياضي التونسي. برشا أسماء قاعدين يتحدثوا عليهم في الفترة الأخيرة على انهم قريبين من الترجي الرياضي التونسي والا مش يوقعوا على الترجي الرياضي التونسي. مازال ما ثم حتى شيء رسمي لانه لم يتم كما قلت لكم انتداب المدرب. المدرب هذا مش يجيب رؤيه وفكره يعني ورؤيه فنيه ينجم عن طريقها ينتدب اللاعبين اللي حاجته بهم بطبيعه الحال مع موافقه الاداره. ان شاء الله في قادم الايام نتعرفوا على الخطوط العريضه للخطه المستقبليه للترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله الترجي باش يرجع اقوى، وهذا حاجه متاكدين منها. ان شاء الله التدعيم يكون يعني في قيمه الترجي الرياضي التونسي، ويزينا من الصفقات الفاشله ويزينا من الصفقات العشوائيه اللي اضرت بالنادي ماديا ولم تقدم اي اضافه فنيه في الملعب. اذا متابعينا الكرام، هذه اخر الاخبار الخاصه بالدوله الترجيه. شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد واخبار جديده تخص الترجي الرياضي التونسي.